شارك أعضاء بلاك بينك مؤخراً في تحدي لليسا لإظهار الدعم لظهور ليسا الفردي لأول مرة، ورقصت ليسا مع كل عضوة. ابتدت مع جيسو وبدأت بعد ذلك في الرقص مع روزي في مقطع تيك توك. وقامت كل من جاني وجيسو وروزي بأداء الرقص بطريقتهن الخاصة أثناء ارتدائهن لقمصان مكتوب عليها اسم لليسا، فهذه صداقة حقيقية، فليس هناك ما هو أفضل من رؤية لم شمل بلاك بينك. وفي أخبار أخرى، سيكون من الممكن رؤية فتيات بلاك بينك معا مرة أخرى في باريس، وبحسب تقارير إعلامية ظهرت في 24 سبتمبر ستغادر جميع أعضاء بلاك بينك الأربعة كوريا لحضور أسبوع الموضة في باريس، والذي سيقام في الفترة من 28 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر في باريس بفرنسا. ذكرت التقارير أنه من المقرر أن يغادر أعضاء بلاك بينك إلى باريس عبر مطار إنتشون الساعة 1:20 مساء في يوم 25 سبتمبر. ومع ذلك، جيني لن تغادر في نفس الوقت السابق بقية الأعضاء بسبب تغيير في جدولها، فحاليا جميع أعضاء بلاك بينك الأربعة سفراء عالميون لبعض العلامات التجارية الفرنسية الفاخرة الأكثر تمثيلا للموضة. فجيسو هي سفيرة ديور، أما ليكسا فهي سفيرة سلان، وكذلك روزي هي سفيرة سان لوران، أما جيني فهي سفيرة تشانل. ومن المقرر أن يقام عرض ديور كوليكشن في أسبوع الموضة في باريس يوم 28 سبتمبر الساعة 2:30 بينما من المقرر عرض سان لوران كوليكشن في نفس اليوم الساعة 8 مساء. وسيقام عرض مجموعة تشانل في 5 أكتوبر الساعة 10:30 صباحا. وعلى الرغم من أن سلن خارج تقويم أسبوع الموضة في باريس، لكن هذا لا يعني أنهم لن يحضروا بأي عرض، وربما لأنهم خارج تقويم أسبوع الموضة في باريس سيحضرون فقط بمجموعة خريف وشتاء 2021 للسيدات فقط. وبحضور ليسا أسبوع الموضة سيعني أن أداء ليسا في ميوزيك كور في 25 سبتمبر وأداؤها في SBS إنكيجايو في 26 سبتمبر تم تسجيلهم مسبقا، فهل أنت تتطلع إلى أسبوع الموضة في باريس؟ في أخبار أخرى، في 25 سبتمبر ظهرت ليسا في العرض الموسيقي الأسبوع ميوزيك كور، وكان لها أداء خاص للترويج لأغنيتها الجديدة لليسا، وهذه هي المرة الثانية فقط التي تؤدي فيها ليسا عرضا على مسرح كوريا، على الرغم من إصدارها أغنيتها لأكثر من أسبوعين. أحب المعجبون حقا الطريقة التي استخدم بها الريش الأسود بدلا من الديكور والأضواء العادية، كان الأداء والمسرح غاية في التطابق والروعة. كانت ترتدي ليسا زي أبيض على عكس الراقصين المساعدين من YGX باللون الأسود، وكالعادة ليسا بمهاراتها المذهلة كانت تتحكم بسهولة في المسرح وتستمر في منح المعجبون أداء رائع. ومع ذلك، كانت ستكون هذه مرحلة مثالية إذا حصلت ليسا على نتائج أفضل من هذا. كان يتطلعون المعجبون إلى سماع صوت ليسا في أول مرحلة عودة لها، ثم أصابت النتائج النهائية الجمهور بخيبة أمل. لم تصل ليسا حتى إلى المراكز الثلاثة الأولى هذا الأسبوع، ففي 25 سبتمبر حلقة ميوزيك كور حصلت ريد فيلفت على لقب كوين دام. يشعر المعجبون الآن بالحزن الشديد على أغنية ليسا المنفردة، على الرغم من حصولها على 208 مليون مشاهدة في أسبوعين فقط. لقد كان لدى ليسا 5 مراحل فقط وفازت بمرحلة واحدة في ميوزيك كور باحتلالها المرتبة 8، فمن الصعب حقا أن يكون رغم كل ذلك النجاح لا يوجد ترتيب لأغانيها في المخططات الكورية حتى. واليوم ستؤدي ليسا مرة أخرى على مسرح SBS إنكيجايو، فأمل أن تتلقى المزيد من الدعم من الجماهير الكورية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.